صباح الفل. حلقتنا النهاردة بعنوان مفيش مستحيل. مفيش أي حاجة في الدنيا مستحيلة، هتنام وتصحى وتحلم طول عمرك بحلم، الحلم في يوم هيتحقق مهما كسروا في طموحاتك ومهما هزوا في قدراتك. ربك موجود، ربك قادر على كل شيء، ربك هو جابر الخاطر، ربك هو اللي بيفرح القلوب. هتقدر تكسر كل القيود والحواجز. لو جم في يوم يطفوا نور الشمس عمرهم ما يقدروا كده، هتقدر وتنور طريقك بإيدك ومجهودك وبطاقتك. تسمحولي بس في الأول قبل ما ابتدي حلقتي هحكي لكم حدوتة صغيرة جدا كانت ترند الأسبوع ده. الطفل يوسف، الطفل يوسف طفل بسيط، هو أصلا من بني سويف ولكن انتقل القاهرة علشان يصرف على أهله. طفل بسيط كان بيمسح عربيات، يعني في اليوم 20-30 جنيه بيكسبهم، كل ده عشان يتحمل تكاليف أسرة. وكان دايما يقول هو أنا مش زي بقية الأطفال، ليه مفيش متعة مفيش ترفيه؟ فكان كل يوم يعدي على نادي الأطفال بيتدربوا كرة القدم، فتلقائي كان بيتدرب زيهم كده من خلف أسوار النادي. ففي يوم، شوفوا في يوم، يعني بقدرة الله وفعلا بيجينا في حياتنا حد بيكون سبب في نجاح أو في نقلة لينا، ربنا فعلا يعني مسبب الأسباب. فجه مصور صور له الصورة دي، المصور بالصدفة ساب الصورة سنتين، قال ده جودتها مش كويسة، فزمايله قال لا نزلها على الفيس. بعد سنتين، بعد سنتين الصورة نزلت عملت ضجة على الفيسبوك، فشافها طبعا الاستاذ ضياء بهجت رئيس قطاع الناشئين، وقرر ان هو يساعده ويساعد اهله، وجاب له ملابس رياضيه وسكن مع اللاعبين. وامبارح تم بقرار من نادي مصر مقاصه انضمامه رسميا الطفل مع يوسف. تخيلوا يوسف في لحظه اتغيرت حياته، في لحظه. احنا من يأس، مفيش حاجه مستحيله ابدا ابدا ابدا. وعشان النهارده لينا كلنا احلام وطموحات، معايا شباب موهوب هم كمان عندهم طموحات ونفسهم يكونوا حاجه في المستقبل. تسمحوا لي ارحب بنوته جميله جايه من الصعيد النهارده عندها طموح، ياسمين خميس شاعره. اهلا بيكي ياسمين. اهلا وسهلا، نورتي. نور حضرتك. وكمان معانا مطرب ديني موهوب صوت جميل محمود صلاح. اهلا بيكي يا محمود. اهلا وسهلا، منوريني النهارده. عايزاكم الاول ايه، تبقوا مبسوطين. مش عايزه اي رهبه. طيب انتوا سمعتوا الحكايه ان مفيش مستحيل، انت بالنسبه لك ايه اللي كنت شايفاه ان هو مستحيل بالنسبه لك كده؟ انا اصلا سفري من الصعيد لهنا اصلا انا كنت شايفاه ان هو مستحيل. بس يعني الحمد لله يعني جيت بخير وسلامه وكده. وانت يا محمود؟ انا عادي، مفيش حاجه بالنسبه لي عندك شايفها مستحيل. يعني جامد وقوي وعندك حلم وهتحققه. اه ان شاء الله. طب هتقول سمعيني بقى النهارده على طول اللي حضرتك عايزاه. لا لا، انت عايزه تسمعنا شعري ايه بقى؟ وطني؟ وطني وعن ابو البنات. تمام يا حبيبتي. تمام ماشي. ابو البنات، ابو البنات مش عاجبه ليه خلفته، ماشي في طريق وسكته غير سكتهم، يبان على وشه الزعل لو حد جاب له سيرتهم، ساب بناته وامهم اللقمه مش لاقيينها، دور على واحده تانيه يكسر بها عينها، يمكن تجيب له الولد ويتباهى به في البلد، أصله خايف ماله يضيع اللي عمره ما ربنا سجد، اسم الله عليه وعلى جمال، يا ابو البنات ربي بناتك واتباهى بيهم، ده سيدنا الرسول وصى عليهم، دول مفتاح الجنة والمغفرة في ايديهم، حبهم ربيهم بندق دول رزق مش ترفضه، كل لحظة عليهم ربك احمده يا ابو البنات. برافو برافو، حلو ابو البنات دي. موضوع لان في لغايه دلوقتي عقليه من الرجاله شايفين ان البنات ملهاش قيمه، مع ان البنات جدعين جدا جدا وحققوا طموحات واحسن من الولاد. فدايما البنت بتجيب راجل، لما بتتجوز بتجيب راجل، يعني كانك انت جبت ولد كمان، لكن الولد لو ما بتتجوز واحده سبحان الله لو طلعت يعني مش كويسه هتاخده. فايه وبتحصل كتير جدا جدا. طب يلا بقى محمود عشان تقول حاجه. هاتي المايك يا ياسمين. تمام، هما عشان يبقى صوت اعلى واوضح. واجمل منك لم ترى قط عين،
وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آيادي الله الله. وعمن وألوها كل العباد وعمن وألوها كل العباد وعمن وألوها كل العباد. حبيب الله يا خير البرى يا الله الله. برافو يا محمود، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، صوتك جميل وبتمنى لك دايما التوفيق. ياسمين تاني، يلا هتقول لنا حاجه تانيه كده. ارضك يا مصر ارض الحضاره، عالمك للعالم اكبر منار، ليكي في كل اثارك اماره، شعبك طيب من رب قريب، جيشك حميكي من اللي عليكي فكر يعيب، أقرب دليل الهكسوس كنا عليهم بندوس، تاريخ مصر يشهد عليها وتعلموا منا الدروس، ولما التتار فكر وضرب كنت يا مصر درع العرب، اتهزموا في عين جالوت وتعلموا فيها الأدب، يا بخت منظارك يا مصر ومن نيلك شرب، اللي وهبوا ليكي رب العالمين علماء كتير وأدباء وفنانين، ولعيبة كورة منك كانوا مشهورين، زويل ومحفوظ وصلاح دول كانوا عالميين، مهما بعدنا عنك يا مصر بنشتقلك، في الغربة بنتحامى فيكي ونندهلك، بنحب اللي يحبك وبنعتبره من أهلك، تعيش يا مصر يا أكبر قصر، وبدعيلك تدومي في نصر، نحيا معاكي في حماكي، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. الله يفتح عليك. الحاجات دي كلها انت كاتباها صح؟ ايوه، انا بسمع للشاعر محمد النمر وتواصلت معاه شخصيا يعني. كل الشكر والتقدير لحضرته يعني. وهو كان بيساعدني ان انا القي الشعر، وكان بعت لي كمان الموسيقى اني القي الشعر عليها عشان اخد براح اكتر. يعني كل الشكر والتقدير ليه. بالنسبه لسنك صغير، انت عندك انت في المدرسه 18 سنه ما شاء الله عليكي يعني. لا ولسه هتطوري من وقتك وهتبقي لك مستقبل كبير ان شاء الله يا ياسمين. ان شاء الله. طيب عشان برضو وقت محمود، هتحضر لنا ايه؟ ابتهالات. ماشي. طيب ماشي، قول ابتهالات. تمام. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا تسليم.
بحب محمد تحيا القلوب وترتفع الخطايا والذنوب بحب محمد تحيا القلوب وترتفع وترتفع الخطايا والذنوب أملي بعفوك لا يغادر خاطري والقلب يدعو خاشعا رحماك الملك والملكوت سبح اسمي من حاشا إلهي أن يكون سواك يا ربي عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. شكرا يا محمود، شكرا جدا. للأسف وقت حلقتنا خلص، وأنا هختم في الحلقة بقى مع ياسمين بقصيدة، وبشكركم جدا وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في حلقة جديدة. الوقت عدى بسرعة جدا. يلا يا ياسمين. كتب التاريخ، كتب التاريخ مصر أول صفحة فيها، مصر عظيمة بأهلها وقت الشدة تلاقيها واقفة مع أخواتها العرب، وكل من لها شرب درع وسند وسيف على اللي يعاديها. مصر يا مهد الحضارة للعالم كنت المنار، حضن وسكن لكل غريب، منك يا مصر العالم والفنان والأديب. شمسك عجب، ترابك دهب، ليلك معطر بالورود، قمرك مزين نور.